هل اليوم لما أخذنا اللقاحات لكورونا هي السبب بأنه قاعد خلينا ننسى باعتباري أنا لسه شاب؟ بس بنسى. لا طبعا، هي ما في ربط بين مطعوم الكورونا والنسيان. صارت شماعة. طبعا لا، ما في أي علاقة بيناتهم. يعني على الأقل بشكل رسمي، يعني ما في دراسات تثبت بأنه في علاقة، ولكن هل يمكن أن يكون في علاقة ما بين أي لقاح وما بين تدهور الأنشطة الدماغية للإنسان؟ على الأقل من ناحية نظرية. نعم صحيح. هلأ سواء من نعم صحيح، هلأ مرض الكورونا أو لقاحات مرض الكورونا قد تسرع من بعض أعراض مرضى الخرف. يعني اللي بيكون عنده خرف أو بيكون بداية الخرف، وجود كورونا، وجود الالتهابات أو وجود المطاعيم مع اللي بيصير منها إنه قد تزيد أعراض الخرف وأعراضه جميعها. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.